بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عمرو متولي، أستاذ كيمياء وتكنولوجيا الألبان في قسم علوم الأغذية كلية الزراعة جامعة عين شمس، ودي محاضرة من محاضرات الجرامر اللي هنتناول فيها مجموعة من الموضوعات. الموضوع الأولاني اللي احنا هنتناوله اللي هو الـ Relative Pronouns، ودي بندرس فيها نقطتين اتنين: Definition، التعريف بتاع Relative Pronouns and Importance والأهمية بتاعتها. النقطة التانية ان احنا الاستخدامات بتاعت that و which و who والمواضع المختلفة للاستخدامات ديت. الموضوع التاني اللي بندرسه اللي هو الاكتف والباسف. في الباسف بندرس importance and main uses، الاهمية والاستخدامات المختلفة ليه. passive forms، الاشكال المختلفة بالنسبة للباسف. adverbs with passive، الادفيربس اللي بيتم استخدامها مع الباسف. بننتقل بعد كده لموضوع الكوانتيفايرز. quantifiers used with countable and uncountable nouns، الكوانتيفايرز اللي بيتم استخدامها مع الأسماء أو الأشياء التي يمكن عدها والتي لا يمكن عدها. any versus some and their derivatives، ده موضوع مهم جدا في الاستخدامات. each versus every، every versus any، وبناخد كمان فكرة واضحة عن الاستخدامات بتاعت much و many، a lot of and lots of، وفي النهاية بنختم ب no versus not، امتى نستخدمها، و no versus any، امتى نستخدمها برضو. أول حاجة هنبتدي بيها اللي هي relative pronouns. relative pronouns are used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. يبقى التعريف بتاع أو الاستخدام الرئيسي ليها to connect، إن هي بتعمل عملية ربط أو وصل ما بين a clause or phrase، أيا كان clause أو phrase، to a noun or pronoun، سواء كان بالنسبة للnouns اللي هي الأسماء أو pronouns اللي هي الضمائر. The clause modifies or describes the noun، والكلوز اللي احنا اتكلمنا عليه هنا سواء كان الكلوز او الفريز بيوصف حاجة في الاسم اللي هو الناون اللي هو جه قبل منه. In other words, relative pronouns refer to nouns mentioned previously. يبقى الrelative pronouns لازم بتشير الى حاجة سبق الحديث عنها، وعشان كده بنستخدم relative pronouns للتعبير عن هذه الحاجة. الحاجة دي ممكن تبقى people، أشخاص، places، أماكن، things، أشياء، animals، حيوانات، or even ideas، أو حتى أفكار، يعني الاستخدامات بتاعتها بتكون متعددة. أول حاجة بندرسها اللي هي that and which refer to things. في relative pronouns أول حاجة عندنا that و which، دي احنا ممكن نستخدمها علشان تشير إلى الأشياء. الأمثلة: the police needed details that، يبقى الشرطة احتاجت مجموعة من البيانات أو المعلومات اللي علشان could help identify the robber، عشان تقدر إن هي تحدد مين هو السارق. فكلمة ذات هنا بترجع على details. spaghetti which هنا بترجع على spaghetti، على المكرونة spaghetti. we eat twice a week is one of my family's favorite meals، هي احد الوجبات المفضلة بالنسبة للعائلة. يبقى هنا كلمة ذات و which نقدر نقول ان هي بترجع على شيء غير عاقل. ذات جت مع details هنا، و which جت مع spaghetti هنا. who refers to people، يبقى في الحالة دي هو الاستخدام الاساسي ليها هيكون مع العاقل، زي ما اقول ابلز فيرست سي اي او واز مايكل سكوت هو، يبقى هو هنا راجع على مايكل سكوت اللي هو بيبل اللي هو شخص. ران ذا كومباني فروم 1977 تو 1982 اللي هو ادار الشركه، سي اي او اللي هي كومباني اكزيكتيف اوفيسر اللي احنا بنسميه المدير التنفيذي، وهو فعلا كان المدير التنفيذي للشركه من سنه 1977 الى سنه 1982. whose indicate position، ال whose بتستخدم مع الملكية. مثال: بروفيسور ريزفي whose سوبر كريتيكال فلويدز بوك، يبقى اللي هنا كلمة whose راجع على بوك، وده الملكية بتاعت الكتاب دوت اللي هو الكتاب بتاع السوبر كريتيكال فلويدز راجع لدكتور ريزفي. فهنا انا ما بأشيرش لدكتور ريزفي، انا هنا بأشير الى الكتاب اللي هو ألفه. was published in 1986، وده فعلا الكتاب اللي هو بتاع السوبر كريتيكال فلويدز دوت اللي ألفه دكتور ريزفي في 1986.
ماله بقى is professor of food engineering in Cornell University USA، في جامعة اسمها جامعة كورنيل في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. بروفيسور ريزفي هو فعلا بروفيسور بتاع هندسة المصانع الأغذية أو اللي احنا بنسميها food engineering، وألف الكتاب بتاع السوبر كريتيكال فلويدز. يبقى هوز هنا رجع على ملكية بروفيسور ريزفي للكتاب بتاع السوبر كريتيكال فلويدز. نمرة 4 where refers to a place، طبعا where بتعود أو بتشير إلى الأماكن. The park where بتشير طبعا في الحالة دي إلى الحديقة أو المنتجع، أو ممكن استخدمها مع الفصل الدراسي أيا كان. في الحالة دي ممكن استخدم where we had first met is being renovated، الحديقة اللي احنا تقابلنا عندها أول مرة بيتم إجراء تطوير عليها لتحسين الشكل بتاعها. when refers to time، وwhen بستخدمها مع الزمن، يبقى where بستخدمها مع المكان وwhen بستخدمها مع الزمن. elder people belong to the time when، يبقى when هنا رجع على الزمن او على الفترة الزمنية. radio was the only source for news، اللي كان الراديو هو المصدر الوحيد للأخبار. whom for a noun or pronoun that receives the action، Ali is the student whom I was talking about. يبقى هنا نقدر نقول ان هم بترجع على المفعول به، اذا كنا هنحددها بالظبط. فانا كنت بتكلم مع طالب امبارح اللي هو اسمه علي، انا حددت علي ان الطالب ده انا كنت واقف بتكلم معاه امبارح، بشرح له، بحدد له ميعاد الامتحان بتاعه وهكذا. يبقى في الحاله دي بنستخدم هم. هنا هنبتدي نتكلم على that versus which بصفة عامة، وامتى ان احنا بنستخدم which او who برضو بصفة اكثر تخصصية من اللي احنا اتكلمنا عليه. that to define the preceding noun in order to differentiate it from another noun. the resulting clause is often referred to as a defining, identifying or restrictive clause. تعالوا نشوف المثل ونرجع نعيد شرح القاعدة مرة تانية. جوجل، شركة جوجل has many offices around the world، عندها مكاتب كتيرة في كل دولة من دول العالم، وممكن يبقى عندها في نفس الدولة أكتر من مكتب زي في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب I work for the office that، يبقى في الحالة دي أنا عايز أميز المكتب in كايرو اللي موجود في القاهرة عن المكاتب اللي موجودة حوالين العالم لشركة جوجل. يبقى انا هنا حبيت ان انا او كان الهدف ان انا استخدم ذات ان انا ميز كلمة office هنا. فنرجع نقرأ تاني. to define the preceding noun in order to differentiate it from another noun. يبقى الناون الاولاني كان offices، الناون التاني كان الoffice، بس انهي واحد اللي هو في القاهرة. the resulting clause is often referred to as defining، تحديد أو تعريف. identifying نفس المعنى، or restrictive clause كلها بنفس المعنى، إن هي بيحدد من مجموعة كبيرة، بيحدد شيء واحد بس. نمرة 2 which who to add parenthetical information about the preceding noun. هنا بقى في معلومات بتدخل في الجملة وبتكون خاصة بالاسم او الناون اللي هو استخدمناه او كان استخدمناه سابقا. طيب parenthetical information، parenthetical information is not essential، المعلومات دي مش معلومات ضرورية للجملة، بمعنى ان انا لو شلتها المعنى بتاع الجملة مش هيختل او هيبقى فيه نوع من الغموض او حاجة. in such cases the purpose is to give further details. يبقى استخدام البرينتيكال انفورميشن بيكون الهدف منه ان انا بدي تفاصيل اكتر عن الموضوع اللي انا بتكلم عليه. the subordinate clause in which who and which occurs is generally separated by commas. في الحالة دي هنلاقي ان الكلوز اللي احنا بنستخدم فيه هو او which هلاقيه موجود في ما يشبه الجملة الاعتراضية، يعني موجود ما بين two commas separated by commas. the resulting clause is often referred to as a non-defining clause، بعكس اللي احنا كنا بنقول عليه هنا اللي هو defining او identifying او restrictive clause. يبقى هنا في تعريفين اتنين، بكرر هنا في تعريفين اتنين، اللي هو الاولاني defining و identifying restrictive clause، ده اللي بيجي مع that، وهو بيجي معها non-defining clause. نشوف الامثلة.
جوجل which is a huge company. هنا استخدمنا which عشان بترجع لجوجل. ولاحظ ان احنا ابتدينا نستخدم حاجة من punctuation اللي هو الكومة الاولانية وبعدين الكومة التانية. لو جينا اتكلمنا على الجزء ده which is a huge company، كلنا عارفين ان جوجل شركة ضخمة جدا على مستوى العالم. لو انا جيت لغيت الجملة دي الكلوز ده خالص من الجملة، هل هيحصل حاجة؟ طب تعالوا نشوف لو احنا نقراها من غير الجزء ده. جوجل receives thousands of CVs every day. خلاص كده واضحة جدا الجملة، لكن انا عايز اوضح هنا ان شركة جوجل دي شركة ضخمة جدا، او ممكن اضيف اي صفة تانية من الصفات بتاعتها، ان هي شركة بتشتغل في مجال الاي تي مثلا، او شركة بتشتغل في مجال مختلف ايا كان. ففي الحالة دي اللي احنا بنسميها parenthetical information، لان هي جاية ما بين الكومة الاولانية والكومة التانية كجملة اعتراضية. is not essential to the sentence، وهي عبارة عن الكلوز في الحالة دي، مش إضافة حقيقية للجملة، لكن ممكن أنا زي ما وردت لكم أن أنا أقدر أحذفه تماما ولا يختل معنى الجملة. مثال تاني، Professor Harrison, who lectures in microbiology class، اللي هو بيدرس Professor Harrison اللي هو بيدرس الكلاس بتاع الميكروبيولوجي، is 55 years old. طيب أنا لو جيت شلت كل دي وقلت على طول Professor Harrison is 55 years old، لان انا مش مهتم هنا بان انا اعرف بروفيسور هاريسون بيدرس ايه، لكن انا كنت مهتم ان انا اعرف ان بروفيسور هاريسون هنا لازال استاذ عامل لم يصل الى سن 60 بعد. نمرة 3، which وهو to add additional information، عشان نضيف معلومات اضافية. at the end of a sentence، يبقى هنا الفرق ما بين رقم 3 ورقم 2 ان هنا المعلومات الإضافية اللي هي parenthetical information كانت جاية في نص الجملة وكانت مفصولة باتنين كوم. في الحالة دي بقى اللي هي التلاتة which who، صحيح هي additional information بس هتيجي في نهاية الجملة، وبالتالي هتبقى محصورة ما بين كومة والفول ستوب اللي هي النقطة اللي بنحطها في نهاية الجملة. مش هينفع احط طبعا كومة في نهاية الجملة. طيب الكلوز اللي بيجي في الحالة دي بنسميه connective relative clause، بنسميه تاني connective relative clause. تعريفات مهمة جدا. ياهو sells a lot of advertising، شركة ياهو برضو دي شركة زي جوجل وزي الفيسبوك، كلها شركات ضخمة جدا. من ضمن المصادر بتاعت التمويل بتاعتها ان هما الاعلانات بتبقى جزء من المحتوى اللي بتقدمه الشركة دي. فبقول ياهو sells a lot of advertising which is one way the company gets its money. خلي بالك ان هنا في الحالة دي لو انا شلت كل الجزء ده عشان افرق ما بين ده وما بين parenthetical information، لو انا شلت الجزء ده معنى الجملة هيختل. اولا الجملة هتبقى صغيرة جدا، والحاجة التانية المعنى بتاع الجملة هيختل. ففي الحالة دي بيبقى which اللي هي sells a lot of advertising which، والذي يعتبر one way the company gets its money، هنا additional information لكن مهمة ما اقدرش ان انا اشيلها. I work with Professor Singh، أنا بشتغل أو أنا كنت طالب مع Professor Singh who I have known for several years، والذي عرفته أو درست معاه منذ عدة سنوات. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو الخاص بالأكتف والباسف. الباسف له أهمية وله مجموعة من الاستخدامات. طب تعالوا نشوف الأهمية بتاعته. The passive voice is more، بيسموه دايما passive voice، يعني احنا بنختصرها دايما نقول active والpassive، لكن في الكتب اللي هي بتاعت الجرامر بيسموه the active voice with the passive voice. فthe passive voice is more common in English language، مش يعني معتاد من الامور المعتادة ان احنا نشوف الباسيف فويس او جمل او حاجات كتيرة مكتوبة بالباسيف فويس. making it more impersonal and formal creating a balanced style، يبقى هنا الاهمية بتاعت الباسيف فويس ان هو بيخرج الكلام اللي احنا بنقوله من حيز اللي انا عملت، اللي انا اشير لنفسي انا، الى الحدث نفسه او الفعل نفسه وهو الموضوع المهم بالنسبة للمستمع. الحاجة التانية formal، بيخلي الموضوع بصورة رسمية شوية. creating a balanced style، طبعا ما بتبقاش المقالة كلها او الكتاب كله او البرزنتيشن كله بيبقى عبارة عن passive voice بس، لكن بيبقى فيه active و passive.
بالرغم من الأهمية بتاعت الباسيف فويس، but the passive should not be overused، مش المفروض ان انت تستخدمه بصورة اكثر من اللازم، بل يبد ان هو يكون هناك توازن ما بين الاكتيف فويس والباسيف فويس. main uses الاستخدامات بتاعته: the passive is generally used in preference to the active in all cases below. طبعا اكيد الباسيف بيمثل او بيعبر بصورة تانية عن الاكتيف فويس اللي هو جاي منه. The active equivalent might be preferential when giving oral presentation or in other more informal contexts. الاكتيف فويس بقى زي ما احنا اتكلمنا على الاستخدامات او الاهمية بتاعت الباسيف فويس، الاكتيف فويس برضو مهم جدا، وده بنستخدمه او بيكون اكثر استخداما في الاورال برزنتيشن. لو انا بعمل برزنتيشن قدام حد، طبعا البرزنتيشن ده من اعدادي انا ومن تجهيزي انا، وبتكلم على قد تكون نتائج للبحث بتاعتي، ففي الحالة دي اقدر احط الحتة بتاعت اللي هي البيرسونال. or in other more informal contexts، او لو انا بتكلم في مواضع غير رسمية، ففي الحالة دي بيبقى استخدام الاكتيف فويس ما فيهوش اي مشكلة خالص. الاستخدامات بقى بتاعت الباسيف فويس: اول حاجة to describe processes in such cases the main interest is not in who or what carried out the actions, the most important items is the subject of the sentence. هنا ما بيهمنيش قوي ان انا في الاستخدام الاولاني to describe processes، ان انا افسر او اوضح او اشرح عملية، وليكن مثلا عملية صناعية معينة زي البسترة او التعقيم، او حتى البروسيجر بتاع اجراء العمليات الجراحية، بنبتدي بالتخدير ثم كذا ثم كذا. فهنا ما بيهمنيش مين القائم بهذه العملية بقدر ما يهمني العملية نفسها بتتم ازاي، او وصف شامل بالنسبة للعملية. طيب ناخد مثال الاكتف: we remove the rust by electrolysis. الجملة بتقول ان احنا تخلصنا من الصدأ اللي موجود على الشيء الفلاني باستخدام التكنيك اللي اسمه electrolysis. في الباسيف بنقول the rust was removed by electrolysis. انا يهمني هنا ان انا بقى عارف ان الصدأ اللي كان موجود على ايا كان الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها تم ازالتها باستخدام التكنيك اللي اسمه electrolysis. طيب مثال تاني: what is happening in the world in general. ده الاستخدام التاني. هنا بيتكلم على حاجات بتحدث في العالم في مجالات مختلفة في اماكن مختلفة، فالحالة دي بيكون مفضل جدا ان احنا نستخدم الباسيف. زي ما اقول doctors في الاكتف: doctors are making much progress in the field of robotic surgery. احنا عارفين دلوقتي ان في اتجاه قوي جدا في كافة اتجاهات العلم والمعرفة لاستخدام الروبوتس، فمن ضمنها ان احنا ممكن يتم اجراء عمليات جراحية بواسطة الروبوتس. طبعا هنا بيشترك في الموضوع دوت فروع علم مختلفة، سواء كانت الجراحة او الهندسة او الانفورميشن تكنولوجي اللي هو الحاسبات والمعلومات، كل الحاجات بتشترك في الموضوع. يبقى doctors are making. طيب في الباسيف: much progress is being made in the field of robotic surgery. هنا هو مهتم قوي بانه يقول is being made، في تقدم كبير قوي في المجال بتاع الجراحة او اجراء الجراحات بواسطة الانسان الالي. يبقى هنا what is happening in the world in general ما بيهموش حدث معين بقدر ما بيهمه ان هو يعرف الحدث ده هو ايه. when it is unnecessary، لما يكون غير ضروري difficult او صعب or impossible او من المستحيل to identify the originator of the action، ان انا احدد من هو القائم بالفعل اللي حدث. تعالوا نشوف المثل active: someone recently donated a large sum of money to the hospital. في شخص ما مش عايز يعلن عن اسمه بيسمي نفسه فاعل خير، جه جاب مساعدة مالية لمستشفى لمدرسة لدار أيتام لملجأ لأي حاجة. هو
هو مش مهتم بان هو حد يعرف اسمه فقال someone، او انا ما كنتش مهتم بان انا اعرف مين القائم بعملية التبرع دي بقدر ما يهمني نوعية التبرع، الاضافة اللي هي اضيفت للمكان، ازاي ان هي حسنت الظروف بتاعت المكان الافضل وهكذا. ففي الباسيف بقول a large sum of money was recently donated to the hospital. فهنا خلي بالك donated كانت past simple، بقت في عندنا ال was donated، يعني جه هنا ال verb to be في الماضي وضفنا بعديها donated. To report what is commonly believed to be true، انك يعني بنعمل اقرار او بنقر بحق what is commonly believed to be true بحقيقة ما. تعالوا نشوف المثل. Active serious side effects typically arise from the use of this drug. معروف ان اي دواء بيكون له اثار جانبية، الاثار الجانبية دي ممكن تتحقق في ناس وممكن ما تتحققش في ناس تانيين، فدي حقيقة it's a true. ففي الحالة دي بقول serious side effects typically arise، تنشأ من. في حالة الباسيف this drug is known to have serious side effects. serious هنا معناها خطيرة، ودي بتبقى مثلا في الأدوية بتاعة تجلط الدم أو الأدوية بتاعة الضغط أو الأدوية بتاعة المخ وهكذا. To report formal decisions or to make announcements. لو أنا عايز أتكلم على قرارات رسمية زي قرارات مثلا اللي بتبقى من إدارة الكلية مثلا، أو لما يبقى في إعلان، لو أنا مثلا عايز أكتب إعلان لطلبة فرقة معينة في مادة معينة إن هيبقى في امتحان شفوي أو امتحان عملي إلى آخره في الموعد الفلاني. فنشوف المثل الأكتف It is likely that the government will pass this law next year. من المرجح it is likely that ان الحكومة سوف تقوم بتمرير او تتقدم بهذا القانون في العام القادم، زي مثلا القانون بتاع المرور، القانون الجديد بتاع المرور اللي بيهتم قوي بالامن والسلامة والمتانة وسلامة المواطنين وسلامة الركاب اللي موجودين في اي وسيلة من وسيلة المواصلات. في الحالة دي الباسيف بيقول the law is expected to be passed next year. هنا حولنا will pass بقت is expected to be passed. With verbs such as install, upload and download. التلات افعال دول ما ينفعش ابدا ان احنا نستخدم معاهم الاكتف، لازم بنستخدم معاهم الباسيف فورم. The system is installed automatically. Files are downloaded directly from database او the database. Passive forms الاشكال بتاعة الباسيف. لو في الاكتف كان في عندنا past simple زي ما اقول they built a new road، في الحالة دي لو انا هحول الجملة دي من اكتف الى passive هقول a new road was built. في الحالة دي بستخدم past simple بتاع الverb to be اللي انا استخدمته، وبعد كده بحط معاه past participle، ف built اتحولت ل was built. نمرة 2 they are building a new road، نفس الجملة بس بنغير في الزمن. are building هم دلوقتي بيعملوا أعمال التمهيد للأرض ورفع المساحات والسفلتة والحاجات دي كلها، فده present continuous. في الباسف هيبقى a new road is being built، هستخدم present continuous للverb to be وهحط معاه past participle بتاع الفعل. هنا بوضح حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان في الباسف علشان يبقى الستراكشر او التركيب بتاعه قوي ويبقى منطقي فبستخدم بعض الادفيربس معاه. Adverbs are frequently inserted into the passive structure to add information، علشان بيبقى ليها إضافة حقيقية بتوضح شيء معين في الجملة بتاعت الباسيف، زي ما أقول slavery اللي هي العبودية was largely banned، تم منعها او حظرها بصورة كبيرة جدا 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 على مستوى العالم، تكاد تكون اختفت. The vaccine was accidentally frozen. الفاكسين اللي هو التطعيم او المصل بوجه الخطأ او بطريق الخطأ وضع في الفريزر بدل ما يتم حفظه في التلاجة. هنا هلاقي ان في عندي تلات قطاعات، لو بتكلم عن الزمن اللي هو when، لو بتكلم عن مقدار الحدث اللي بيحدث اللي هي اللي احنا بنسميها degree how much، ومانر اللي هي اسلوب حدوث الشيء. لو جينا في التايم هلاقي ان في
في الباسيف بستخدم مع adverbs زي recently, increasingly, originally, presently, currently, traditionally, continuously, previously, retrospectively. ولو بتكلم على حجم او قدر هذا الحدث فاقول considerably, substantially, clearly, particularly, broadly, highly, wholly, crucially, emphatically. ولو بتكلم على طريقة حدوث الحدث او الاجراء بتاعه فممكن يبقى medically, remotely, surprisingly, factually, locally, alternatively, similarly, psychologically. دي كلها عبارة عن adverbs ممكن استخدمها مع الجمل بتاعة الباسف طبعا على حسب الشيء اللي انا بوصفه في الجملة بتاعة الباسف. بننتقل بعد كده لموضوع بتاع الكوانتيفايرز. ف التعريف بتاعها بقول quantifiers are words or phrases which are used before a noun either countable or uncountable. يبقى في عندنا noun ممكن ان احنا نعده او ممكن ان احنا ما نقدرش ان احنا نعده لان هو لا يمكن عده, زي مثلا الثقافة, زي المعرفة, زي التعليم. يبقى quantifiers are words or phrases, ده تعريف مهم جدا ان احنا بنقول ان هي عبارة عن كلمات او phrases, عبارة عن phrases which are used before, بيتم استخدامها قبل الناون سواء كان countable أو uncountable to indicate the amount or quantity, علشان تشير إلى كمية أو حجم هذا الشيء اللي احنا بنتكلم عليه. quantifiers used with countable and uncountable nouns. خلينا ناخد أمثلة. طبعا الجدولين, الجدول اللي هو في الشريحة اللي احنا موجودين عليها دلوقتي وفي الشريحة التالية نفس الشرح هيبقى زي ما هو. زي ما اقول مثلا quantifier اللي هو a and an, لو بستخدم countable singular مفرد a book. طيب ولو في حالة ان انا هستخدمه مع ال uncountable a piece of information. تعالوا نشوف حاجة تانية زي مثلا all, مثل تاني. طيب لو انا بتكلم على books يبقى انا في الحالة دي بتكلم على countable plural, يعني شيء ممكن عده ولكن في صورة الجمع, فبقول all the books. في حين لو هو في ال uncountable all the information. خلي بالكم ان information هنا بتعامل معاملة ال uncountable في حكم الثقافة والمعرفة والتعليم الى اخره. نفس الشيء لو انا جيت مثلا بتكلم على كمثل تاني على ال quantifier every, لو بستخدمه مع singular countable زي ما اقول every book. طب لو بستخدمه مع uncountable اقول every bit of information, كل معلومة في هذا الكتاب او في هذا المقال او في هذه المحاضرة. طيب هنا بنبتدي نتكلم على موضوع بتاع any versus some and their derivatives. هبتدي ادرس الامثلة وبعدين بعد كده ارجع للقاعدة اقراها مرة تانية علشان اوضح ازاي القاعدة دي بتوضح الامثلة دي. رقم واحد, any is used in negative phrases and some in affirmative phrases. يبقى في عندي هنا نفي وفي عندي هنا ايجاب, دي اول حاجة انا اقدر افكر فيها. طيب اشوف الجملة عبارة عن ايه. This research did not give any interesting results. يعني هنا بينفي ان البحث العلمي اللي تم اجراءه ده نتج عنه اي اضافات علمية جديدة. فهنا عشان كده استخدم كلمة any, فهنا طبعا بيستخدمها مع النيجاتيف فريزز. طيب ولو هو عايز يؤكد حدوث الشيء فقال this research gave some, استبدل كلمة any بسم. ليه؟ لان في بعض النتائج الاضافة الحقيقية في المجال العلمي نتجت من هذا البحث. خلي بالك some هنا يعني معناها بعض, يعني مش كل البحث كان عبارة عن نتائج يتم اكتشافها لأول مرة. طيب استخدام تاني not any ده معناها zero, not some معناها not all. طيب نشوف المثال وبعدين نرجع نشرح القاعدة مرة تانية. We were not able to understand any of the figures. خلي بالك هنا بيقولك ان كل figures يعني معناها الاشكال التوضيحية سواء كانت الموجودة في المحاضرة او اللي كانت موجودة في الكتاب او ايا كان, ما قدرناش نفهم منها اي حاجة. فعشان كده هنا لما قال not any equal zero يبقى معناها ان هو نفى تماما ان في اي فهم للاشكال التوضيحية دي. طب نشوف not some, we were not able to fulfill some of the reviewers requests. انا كنت شرحت دي في المحاضرة وقلت انه
البحث العلمي علشان اجي انشره، فبتروح بيروح البحث دوت لمجلة علمية، المجلة العلمية دي في ناس فيها بتراجع البحث من الناحية العلمية، صحة النتائج المتحصل عليها او الخطأ بتاعها، هل هي اضافة حقيقية للعلم او غيره، في بعض الاستفسارات عن نقط معينة غامضة مش واضحة، فدي اللي احنا بنسميها reviewers requests اللي هي الطلبات بتاعت المحكمين او المراجعين للبحث. فهنا بقول we were not able to fulfill some، يعني هم بعتوا وليكن 10 ملاحظات، احنا قدرنا ان احنا نجاوب على 7 منها، لكن لازال في بعض النقط ما قدرناش، عشان كده قلنا not all، يعني 7 نقط احنا قدرنا نرد عليهم، لكن 3 نقط ما كانش عندنا اجابة واضحة او قاطعة او حاسمة للرد عليهم. any is used to indicate doubts، كلمة any ممكن استخدمها للتعبير عن امكانية حدوث، in case not sure whether the event will take place or not، امكانية حدوث الشيء او عدم حدوثه، تحقق او عدم تحقق الشيء. طيب نشوف المثل. If you need any clarifications، إذا كان بعد ما خلصنا اجتماع أو بعد ما خلصنا محاضرة أو أيا كان، فبقول if you need any clarifications، إذا كنت عايز في نقطة مش واضحة بالنسبة لك، زي ما أنتوا بتيجوا تسألوني بعد المحاضرة مثلا، if you need any clarifications then do not hesitate to contact me، ما تترددش إنك أنت تيجي تتكلم معايا أو تبعت لي إيميل. يعني بقول في الحالة دي I don't know if you require clarifications or not، هنا أنا ما عنديش تأكد هل في أجزاء من المحاضرة واضحة، آسف غير واضحة، ولا المحاضرة كلها واضحة وبالتالي ما فيش أي استفسارات عليها، فهنا في الشك أو الاحتمالية بتاعت حدوث وعدم حدوث الشيء. The manager needs some clarifications regarding points 3 and 8 in the final report. هنا بقى لا، هنا ما اقدرش استخدم any. ليه؟ لان السوبرفايزر او المانجر ارى كويس جدا الريبورت، لكن في بعض النقط زي point 3 and point 8 مش واضحة بالنسبة له، فهو محتاج تفسير اكتر، محتاج معلومات اكتر لان هو يتوثق من صحة هذه النقط. نمرة 4 if you use any in a sentence that contains no negation and which is not covered by rule number 3 اللي هي اخر واحدة احنا قايلينها، then it means one thing or person، one thing or person حاجة واحدة يا شخص واحد، at random from all individuals in the world، يا اما شيء واحد يا اما شخص واحد بصفة عشوائية انا ما حددتوش من كل الاشياء او الاشخاص الموجودة في العالم. Some and someone mean one particular thing or person، لو استخدمت بقى كلمة some أو someone ففي الحالة دي أنا بقصد شخص معين أو بقصد شيء معين، although exactly what or who is not important، على الرغم من إن الشيء دوت كواحد من مجموعة مش مهم قوي بالنسبة لي إن أنا أعرفه، أو الشخص دوت بالنسبة لي برضو مش مهم زي ما هو قال هنا although exactly what or who is not important. ناخد مثلا any book on the subject will tell you all you need to know، لو انا عايز تجاوب على assignment معين وليكن مثلا في الكيمياء في البايوكيمستري مثلا، فيجي الطلبة يسألوني يقولوا لي طيب هو ايه هيبقى افضل كتاب ممكن يساعدنا في ان احنا نعمل assignment، فانا اقول any book on the subject، any book on the biochemistry، في الحالة دي انا ما حددتش اي كتاب. ليه؟ لان انا عندي ثقة ويقين ان الاسايمنت اللي انا مديه الاسئلة هيبقى اي كتاب بايوكيمستري، ربما في البدايات بتاعت الشرح بتاعه للامور البسيطة هيبقى موجود فيه الاجابة. someone هنا بقى العكس، someone is at the door، انا هفترض ان انا عازم ناس عندي على الغداء او على الفطار في رمضان، ف احنا تقريبا كلنا اتجمعنا مش باقي غير شخص او اتنين، فاحنا سمعنا الجرس بيرن او سمعنا مثلا صوت حد طالع على السلم، ففي الحالة دي بقول someone is at the door، لسه في شخص جاي او الحدث هيحدث اهوت، بس احنا مش عارفين هل هو، لان احنا عندنا اتنين غايبين، هل هو
بيرسون A ولا بيرسون B. انا ما يهمنيش في الحالة دي غير اللي يهمني ان في حد هيدخل دلوقتي الى المكان بتاع قاعة المؤتمر او الفصل الدراسي او الى اخره. فهنا بقول someone is at the door. Any is used in questions where the answer is not known. يبقى any ممكن استخدمها في الاسئلة اللي الاجابة بتاعتها مش واضحة قوي. Some is used in questions where the expected answer is affirmative. في بعض الاسئلة التانية الاجابة بتاعتها بتبقى ايجابية وانا عارف ان هذا الشيء سوف يتم. طيب المثال بتاع الaffirmative هنا زي ما يكون في offers and some kind of request. تعالوا نشوف الامثال. Excuse me, do you have any idea where the local library is? هنا واحد بيسأل شخص في نفس المحيط بتاع المكان اللي هو فيه المكتبة العامة، فهو متوقع تقريبا ان هو عارف مكان المكتبة دي فين لان قد يكون هو ساكن في المكان دوت او كده. فبيقول any is used in questions where the answer is not known. انا مش عارف المكان ده فين، علشان كده انا بسأل حد من هذا المكان علشان يحدد لي مكان المكتبة العامة. Any idea، فاستخدمت كلمة any idea. لكن تعالوا نشوف expected answer is affirmative. انا عارف ان الاجابة هتكون بالايجاب على السؤال بتاعي. زي ما اقول would you like some tea، هل تحب تشرب؟ طبعا لو فرض ان شخص انا لسه داخل عندي المكتب او داخل عندي البيت، فانا بقول له would you like some tea، لقينا مثلا ان الكتل جاهز وانواع مختلفة من الشاي جاهزة، فانا بعرض عليه وانا عارف ان هو الاجابة هتكون ايوة. ففي الحالة دي بستخدم some، ما ينفعش استخدم any tea، بستخدم some tea. Each versus every. Each is used when it is important to underline that you are viewing things or as individual items. يبقى each هستخدمها لو انا كنت عايز اوضح الاشياء بصفة الافراد اللي موجودة فيها. Every when these things are seen as a mass. ولكن لو هستخدم every فانا كأني بتكلم عن مجموعة كبيرة من الاشخاص او الاشياء مشتركين في صفة واحدة. تعالوا نشوف الامثلة. An acronym is a word in which each letter stands for a word. أنا كنت وضحت قبل كده موضوع الأكرونيمز والأبريفيشن ساعة لما جينا اتكلمنا على البنكتويشن. ففي الأكرونيم كل حرف من الحروف مهم جدا وبيرمز إلى كلمة معينة، فهنا each letter. يبقى أنا هنا بتكلم على individual items، على الحروف قائمة بذاتها. Each patient was given a slightly different dosage of the medicine. No patient had the same dosage. هنا لما استخدمت each patient انا استخدمت جرعات مختلفة عشان بدرس التأثير بتاع عقار ما، وبالتالي تحدثت عن المرضى اللي تم اجراء التجربة عليهم بصفة فردية على اساس ان هم لم يتلقوا نفس الجرعة من هذا العقار، فتكلمت عن كل واحد فيهم بصفة فردية. Each individual case will be studied separately. لما بيجي وليكن في بعض الشكوى من الطلبة ان الدرجة ديت بتاعتهم مثلا لا هو مجاوب احسن من كده وبالتالي هو يستاهل او من حقه درجة احسن من كده، وبيبقى مثلا في عدد كبير من الطلبة مشترك في نفس الشكوى، ففي الحالة دي بنيجي نقول each individual case، كل طالب من الطلبة دي will be studied separately، سوف يتم حالته بصورة منفردة للتأكد من انه هو نال حقه تماما في الدرجات الدراسية. It is each applicant's responsibility to ensure that they provide references. لما بيجوا يقدموا او لما بيجي حد بيقدم لشغل، ففي الحالة دي بيبقى مهم جدا ان احنا نسأل عليه المكان اللي هو او الاماكن اللي عمل فيها قبل كده. ففي الحالة دي انا متقدم للعمل كوظيفة عضو هيئة التدريس في الكلية مثلا او حاجة، متقدم لهذا العمل من مكان تاني، ففي الحالة دي انا عندي مثلا وليكن 10 تقدموا لشغل هذه الوظيفة. في الحالة دي each applicant's responsibility، مسؤولية كل واحد منهم to provide references، ان هو يشير الى بعض الاشخاص اللي عملوا اللي عمل معاهم قبل كده، وبالتالي ممكن احنا نسألهم عن سلوكه عن كفاته الى اخره.
She's only 2 years old and already knows every letter in the alphabet. هنا الاستخدام بقى بتاع every ابتدى يظهر. ليه؟ لأن الأبجدية ما بنحددش فيها حروف معينة، ولكن بنستخدم نقول الحروف الأبجدية. إذن هي كتلة واحدة ألف ب ت أي بي سي أيا كانت. يبقى هنا اتكلمنا عن الحروف الأبجدية ككتلة واحدة. Every patient has a medical insurance. All patients without exceptions. يبقى every patient هنا لما جيت استخدمتها إن كل مريض له تأمين صحي، يبقى أنا هنا بتكلم على المرضى الموجودين في المستشفى اللي أنا المدير بتاعها مثلا، كلهم موجود عندهم تأمين صحي. I have read every chapter in the book. في عندي كتاب في 12 chapter، أنا قريت ال 12 chapter كلهم، all chapters، فهنا without any exceptions. In every case a significant progress was observed within 3 weeks. لو بنستخدم عقار معين وبنتابع التطور بتاع حالة المرضى، فلقينا ان النتيجة الملموسة او المرغوبة او المفيدة لهذا العقار ما ابتدتش تظهر غير بعد 3 أسابيع في كل الحالات اللي احنا استخدمنا، في كل الحالات المرضية اللي احنا استخدمنا فيها هذا العقار. Only each can be used before a preposition. Each of them. يبقى كلمة each هنا بزود each of وأقدر استخدم بعدها preposition has a different name. All of them have different name. برضو المعنى هنا اللي هو each يعني معناها أو بتدي انطباع بأن أنا بتعامل مع الحدث أو الشيء كإجمالا، وعشان كده بستخدم all. يبقى each of them has a different name. Some expressions require every not each. في حالات بقى ما ينفعش استخدم معاها each فلازم استخدم معاها every. Patients will be examined every week, every 3 months, every 3rd month. في الحالة دي بستخدم every، ما ينفعش ان انا استخدم معاها each. Any معناها only one but it is indifferent which one. لكن انا مش عارف اي واحد. Every بستخدم الكتلة فإيفري بتساوي all. تعالوا نشوف الأمثلة. Any car in the garage can be used. أنا عايز أروح المشوار الفلاني، أقوم أقول لك وماله، خد أي عربية من الجراج. ليه؟ لأن أي عربية هتوصلك للمكان الفلاني. ففي الحالة دي قلت any car in the garage can be used. Just one car. It doesn't matter which one. ما همنيش ان انا اقول لك العربية الفلانية او العربية اللون الفلاني، اذكر ماركة معينة او لون معين، ده ما مش مهم بالنسبة لي. بس ما اقول every car in the garage is important لما اجي اتكلم على الصيانة الوقائية اللي هي الدورية للعربيات اللي موجودة في الجراج، فهنا ما بقدرش اقول دي تعمل لها صيانة دي ما تعملهاش صيانة. بقول every car in the garage is important، كل العربيات اللي موجودة في الجراج مهمة وبالتالي لازم نعمل لها عملية صيانة. يبقى هنا all the cars. الاستخدامات بتاعت much و many، a lot of and lots of. Much is used with uncountable nouns, many with plural nouns. نشوف الامثلة. There is not much interest. كلمة interest هنا دي هنا على طول uncountable، ما اقدرش الاهتمام او الثقافة او المعرفة ان انا اقدر اعدها in this technology. ففي الحالة دي بستخدم كلمة much. The team has not made much progress. نفس الشيء بكلمة التطور، كلمة progress ما اقدرش استخدم معاها غير كلمة much. There have been many patients regarding many patents regarding renewable energy. كان في مجموعة many patents اللي هي براءات الاختراع فيما يتعلق بالطاقة الجديدة اللي هي زي الطاقة الشمسية وزي طاقة الرياح وإلى آخر. ففي الحالة دي استخدمت many لأن أنا أقدر أقول هنا في الحالة دي هنا بقى countable، أقدر أقول 10 20 5 3 أيا كان. Lots of is considered to be too informal. لو استخدمت كلمة lots of يبقى دي معناها too informal. Prefer a lot of. لا عشان تبقى حاجة formal شوية، لو أنا بكتب ورقة علمية، لو بكتب بحث علمي، لو بكتب في مؤتمر، لو بكتب letter of interest، لو بكتب CV، يبقى في الحالة دي أستخدم a lot of. زي ما أقول scientists have a lot of data on the seawater desalination technology.
العلماء عندهم بيانات كثيرة جدا فيما يتعلق بعملية تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ففي الحالة دي بستخدم a lot of كنوع من الإشارة إلى رسمية الموضوع اللي أنا بتكلم عليه. A lot of is usually replaced by not much or not many in negative phrases. لو بتكلم على negative phrases ممكن أشيل a lot of واستخدم not much لو في هنا uncountable، أو not many لو بستخدم على plural nouns. زي ما أقول there are not many open access papers on this subject. هنا لأن بتكلم على papers، بتكلم على أبحاث علمية، دي ممكن أعدها، فبستخدم كلمة not many. زي ما أقول there is not much food in the house. food هنا هي uncountable. ليه؟ لأن أنا بتكلم على فكرة وجود طعام بصفة عامة في البيت، ما حددتش فيه كام كوب من الزبادي، ما حددتش فيه كام زجاجة من الزيت أو إلى آخره. That was not much help. لما واحد يقعد يتكلم معاك بحيث ان هو بيعتبر نفسه ان ده بيقدم نوع من الدعم ليك او المساعدة ليك، فممكن يديك نصيحة قد تكون كويسة ومش كويسة، وتقول له That was not much help، ده ما كانش مساعد بدرجة كافية. No versus not. No دايما بيجي معاها noun، بس not لازم احط معاها article على حسب الناون اللي انا بتكلم عليه، اللي هي a و the، وبعدين يجي الناون are similar in meaning، هما الاثنين بيبدوا نفس المعنى. the form not plus noun is incorrect. اوعى تستخدم not مع الناون، لازم في الحالة دي بتستخدم no مع الناون، او not لازم تفصل بارتكل منها، زي ما بيقول we have not reason to suppose that. طيب ففي الحالة دي بيقول ان no دايما بتيجي مع noun، والnot لازم يبقى في article بعديها اللي هي a او the وبعدها النوم. امثلة there is no reason to suppose that. خلي بالك بقى هنا no reason، وبيقول هنا not reason اللي هي incorrect، يبقى لازم بستخدم no reason على طول. to suppose that this is due to the traffic jam. ما فيش داعي ان احنا نفترض ان السبب هو الزحام المروري، اكيد في سبب تاني، فعشان كده there is no reason. there is not a good reason. في الحالة دي بقى دخل الارتكل اللي هي الاي، وبعدين بعد كده ممكن تقول good reason for not attending the lecture، انت ما عندكش سبب يدعوك الى عدم حضور المحاضرة. no plus noun is often replaced with not verb any plus noun. يبقى no plus noun اللي احنا خدناها في الاول دي لو انا عايز اشيلها واستخدم كلمة not، ففي الحالة دي لازم not ويجي معها verb ويجي معها any ويجي معها noun. نشوف المثال. we encountered no problem studying the chemistry class. ما قابلتناش اي مشكلة ان احنا ندرس المحاضرة بتاعت الكيمياء. فلو انا عايز اشيل no problems وعايز احط مكانها not، we did not encounter any problem studying the chemistry class. يبقى no plus noun. لو عايز اعمل لها عملية استبدال بستخدم not وبعدين الverb وبعدين any وبعدين noun في النهاية. adjectives that follow the verb to be and which are not associated with a noun are generally preceded by not. تعالوا نشوف المثل ونرجع للقاعدة مرة تانية. there are no unusual species in this area. هنفترض ان احنا طلعنا في رحلة علمية ومتوقع ان احنا نشوف بعض انواع من الحشرات او بعض انواع من الزواحف في هذه المنطقة، فانا بقول there are no unusual species in this area. طب لو انا عايز اشيل بقى كلمة no هنا استبدلها ب not، اقول it is not unusual to find strange species in this area. هما الجملتين بنفس المعنى، لكن في ناس بتفضل ان هي تستخدم no وفي ناس تانية بتفضل ان هي تستخدم not، لكن المعنى واحد ما فيهوش اي اختلاف. use not before an adverb. مثال not surprisingly، في حين ان انا لو عايز استخدم no it is no surprise. يبقى لو عايز استخدم use not before an adverb، adverb يبقى في الحالة دي اللي هي surprisingly، ففي الحالة دي استخدم not، لكن لو هستخدم no يبقى في الحالة دي بستبدلها بكلمة surprisingly، ما استخدمش الادverb واستخدم surprise عادي جدا. no longer can be written more informally. يبقى كلمة no longer
ما بتعتبرش ان هي رسميه قوي as not anymore or no or longer not anymore او not longer. في الحاله دي بتديها نوع من الرسميه شويه. ده نقول the operating system DOS is no longer used. الدوس ده كان احد الانظمه بتاعه الكمبيوتر من اواخر الثمانينات تقريبا كان بيستخدم، طبعا مش موجود خالص دلوقتي. ففي الحاله دي نو لونجر كان بيريتن مور انفورمالي. هنا هي نو لونجر، لو عايز اكتبها مور انفورمالي بكتبها نوت اني مور او نوت اني لونجر. فنفس المعاني بتاع الثلاث جمل دول هيكون حاجه واحده. The operating system thus is not used anymore، بس هنا written more informally لو عايز اخفف الاثر شويه. The operating system thus is not used any longer. الثلاث جمل، انا عايز بس اوضح حاجه واحده، ان الثلاث جمل هم بيدوا نفس المعنى. ما حدش يشغل باله قوي ان هل الاستخدام بالطريقه ديت الثلاث صور دول اللي هي no longer و not anymore و not any longer، ان الاستخدام بتاع الثلاثه دول هيأثر في المعنى بتاع الجمله. لا، مش هيأثر في المعنى بتاع الجمله، هو نفس الجمله، بس احنا اتفقنا هنا no longer can be written more informally. لو انت عايز تكتبها more informally فبدل ما تستخدم no بتستخدم not وبتحط معاها any more او any longer زي ما انت عايز. No plus comparative adjective means that the two things compared are equal. لما يبقى في عندي حاجتين بعمل لهم مقارنة، فلما احط no مع comparative adjective الحاجتين اللي انا بقارنهم بيبقى المعنى بتاعهم قريب قوي، اسف القيمه بتاعتهم قريبه قوي من بعض. Verifying x turns out to be no easier than verifying y. علشان اقدر احسب قيمه x كمثل، انا بحاول يعني اوضح المثل او ان انا اقربه للاذهان، ان تقدير قيمه x مش اسهل من تقدير قيمه y. يبقى انت كنت بتقارن هنا ما بين قيمه x وقيمه y، لما لو انت عايز تستنتجها x and y have the same level of difficulty، يعني معناها ان x وy ليهم نفس القدر من الصعوبه في استنباط القيمه بتاعتهم. Not plus comparative adjective means that the first thing is not, for example, bigger or stronger than the second thing. تعالوا نشوف المثل ونرجع مره ثانيه. x is not easier to solve than y. يقصد بيها ايه؟ y is probably easier to solve than z. يبقى هنا not plus comparative adjective means that the first thing is not, for example, bigger or stronger، مش افضل قوي، than the second thing. يبقى عشان كده قلت x is not easier to solve than y. ممكن تكون y زي ما هو قال هنا y is probably easier to solve than z. طيب no versus any. No one is preferred to not anyone in formal situations such as research papers. تعالوا نشوف المثل بتاعها ونرجع للقاعدة مرة تانية. To the best of my knowledge، على حد علمي، no one has found similar results. ما فيش حد وجد نتائج مشابهة لدي. لما تكون بتعمل بحث علمي اللي هو قال عليه هنا research papers وعايز تبين ان انت pioneer، ان انت اول واحد يكتشف هذا الشيء، وليكن في عندك نوع من العمليات الجراحية اللي انت عايز تعملها، فانت اخترعت تكنيك جديد في ده، فانت بتقول to the best of my knowledge، الى حد علمي، no one has found similar results، ما فيش حد لقى نتائج زي دي او عمل البروسيجر دوت او اي حاجة. يبقى no one is preferred to not anyone in formal situations. يبقى هنا استخدم no one علشان يعبر عن الحقيقة، بتدي قوة كبيرة قوي لان انت اول واحد يشتغل في هذا المجال، فبدل ما تقول not anyone رحت حاطط على طول كلمة no one، فبتدي فعلا صورة رسمية قوي، وبتدي بتعبر عن جدية الموقف، وبتفضل طبعا عن not anyone. Without and hardly require any rather than not. تعالوا نشوف المثل ونرجع تاني للقاعدة. You can do this، انت تقدر تعمل الموضوع ده، without any problems or at least with hardly any problem. شوف انا استخدمت هنا الكلمتين اللي هي without و hardly، استخدمتهم، فكنت مطالب without and hardly require any، فكنت مطالب ان انا احط any هنا واحط any هنا rather than not. طيب
تعالوا نشوف لو احنا هنقراها بالاستخدام بتاع كلمة not، هل هتبقى مستساغة؟ You can do this without not problems. ال 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 درجة القبول بتاع الكلمة أو بتاع الفريز أو بتاع الجملة بالنسبة للمستمع هيبقى غريب شوية، odd or at least without hardly not problems. عشان كده هو قال without و hardly، لازم دايما يبقى استخدم معاهم any بدل ما استخدم معاهم not. بختم المحاضرة بالassignment change the following sentences into the passive form. هي المحاضرة كل الassignment اللي مطلوب عن التحويل بتاع الجمل ديت او نقل الصورة بتاعتها من الactive الى الpassive form. بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى ان تكون المحاضرة واضحة، واتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا جزيلا.